حضرتك كنت نائب مدير بطولة كأس العالم اللي كانت في مصر، بطولة العالم اللي كانت في مصر طبعا 2021. اختلاف التنظيم بطولة عالم عن بطولة افريقيا؟ لا لا طبعا، تنظيم بطولة العالم ده حدث اخر، لان كان لها ظروف صعبة. كورونا ده هو اصلا تنظيم بطولة العالم طبعا عملية معقدة جدا، لان كان اول مرة يجي لنا 32 فريق، لان كانت البطولة قبل كده 24، اول مرة 32، وكان كمان في الكوفيد 19 طبعا الكورونا والكلام ده، فكان اجراءات صحية ويعني طبعا حضرتك لا تتخيل كمية الترتيبات اللي احنا عملناها قبل البطولة، وكان في اعتراضات من الفرق انها تيجي لا كانت ظروف قوية جدا، لكن الحمد لله ربنا وفقنا. طبعا الدولة المصرية طبعا امكانيات التنظيم ساعدتنا كتير جدا، ما تأخروش عنا في اي حاجة، قدرنا ندير الموضوع يعني رياضيا وصحيا وتعقيميا، وحاجة جامدة. الفقاعة الاحترازية دي كانت جميلة جدا. لا اجراءات احترازية، احنا اصلا حضرتك عملنا اجتماعات كبيرة جدا قبليها، وطلعنا زي دليل كامل لكل فرقة من قبل ما تيجي بتعمل ايه لغاية لما تمشي من عندنا ايه الاجراءات. من فانت سلم متخيل الطيارة لسلم الطيارة، من سلم الطيارة، من قبل سلم الطيارة يعني لازم لازم يعملوا في بلدهم تيست الكوفيد تيست ويبعتوا لنا النتيجة بتاعته قبل ما يجوا. فلا يعني قصص كانت عبء طبعا التنظيم العادي بقى عموما يعني الفنادق والانتقالات، يعني كان بيجي لنا تفتيش من الاتحاد الدولي بيقيسوا بالستوب ووتش مسافة ما بين الفندق وما بين الاتوبيس وما بين كذا والملاعب وجاهزية الملاعب. بعدين كان عندنا حالة زيادة شوية، ان كان في صالات لأول مرة بتقام عليها مباريات مباريات يعني صالات لم تجرب من قبل في أي بطولة. استخدمت كل الامكانيات اللي موجوده لانجاح هذه البطوله بصراحه. الحمد لله يعني ربنا طبعا كان مجهود خرافي، يعني كناش بن 3 اشهر اللي قبل البطوله دي كانت ما فيش ما 24 ساعه يعني. ودي كان في شهاده من المنتخبات اللي شاركت كمان بان كانوا خايفين في منتخبات الدنمارك بالتحديد، كانوا كل الفرق تعرف في كل الفرق وهي جايه كان عندها تخوف، لان دي كانت اول بطوله عالميه تقام في هذه الظروف. مظبوط. من بعديها تشجعت بقى اليابان ونظمت طوكيو 2021، بلد ال 2020 عملتها، وعملوا نفس نفس الاجراءات الاجراءات وخدوا ده، اتصلوا بينا وبعتوا ناس يشوفوا ايه اللي عملناه، لان كانت تجربه طبعا فريده يعني من نوعها انها تتم بالجراه دي وبالتحدي ده وبالعدد ده، فالحمد لله يعني.